عودي معكم للمتابعة، طبعا مكفيين احنا وياكم عالم الصباح لليوم الأحد 13 نوفمبر. بحيي كل يلي انضموا لنا هلأ، فقرات وضيوف كتير يوم الأحد مثل بتعرفوا يختلف عن بقية أيام الأسبوع. وصلنا لجيل توب مع جون، وضيفتنا اليوم رح بتكون ناي ماريا نعيم واستاذ الرسم عصام رحال. أهلا وسهلا فيكم جيل توب مع جون. قالوا لك شيء بدايتك ما تعرف كل الفقره؟ لا انت رح تضلك قاعد على الطاوله ولا قايم؟ انا قاعد بدي اقول لك شغله، انا كثير انه شكلك حلو وشب حلاوه هيك، وقف حد الرسمات انا رح كمل ونحكي عليك بعدين. ثانك يو جوزيف. عنا اكيد اليوم ضيوف اللي عرفت عنهم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم نحن عنا رسامه بدنا نقول الموهبه تبعه، وانا الاستاذ تبع اكيد رح نحكي عن الرسمات تبعكم موجودين وراي، رح نشوف عنا كمان رسمه رح تعملوها، مش رح نتاخر نبلش بالرسمه. بس قبل ما نتعرف عليك، قد ايه عمرك؟ عمري 13 سنه. وقد صار لك عم ترسمي؟ صار لي 4 سنين ونص برسم. وصار لك مع استاذ عصام 4 سنين عم ترسمي؟ بلشتي معه؟ يعني بلشت. هلا نحن عم نشوف ماتير، شو عم تستعملي هون؟ هلا انا عم بستعمل اكريليك، بس هلأ. اول شيء بلشنا بالرسم بقلم رصاص، بقلم رصاص، بعدين انتقلنا على كريون دو كولور عادي، وبعدين عملنا اكواريل بنحط له شويه مي بيطلع غير ستيل. وهلا صرت بالاكريليك مثل ما عم تقولي لي، بتتطوروا كلكم يعني استاذ عصام، كل التلاميذ اللي بفوتوا لعندكم على المدرسه بيتطوروا هيك، مجبورين يبلشوا؟ اكيد اكيد مجبورين يبلشوا بقلم رصاص. نعم، لحتى اللي يتعلموا الراجل تبع الدسام، وبعدين بينتقلوا من الهين للاصعب. وما في حدا يجي لعندك يكون يعني بيعرف الرسم، اما بيرسم بالبيت بيكون بيحب؟ طبعا بده يكون، بده يجي يرسم بده يكون يحب الدسام، لانه بتلاحظ في فرق كبير بين المعاهد الفنيه الخصوصي لهيك شغل وبين المدارس. طيب هلا نحن الرسم بياخذوه اكثر الناس كهوايه، بياخذوه اكثر كيتسلوا، يضيعوا وقت فيك تعتبر، ليه بيتعلم الرسم؟ ليه بتعلموا الرسم للشخص؟ نحن بنعلم الرسم مثل ما هي السبور بتقوي الجسم، الدسام بقوي التفكير. يعني هلا ناي عمرها 13 سنة بس تفكيرها بنت 18. ليه؟ لأنه صار زمان بتعمل دسام، صارت بتحفظ دروسها بسرعة أكتر، صار السؤال التاريخ لنقول عم تقراه وعم ينطبع بدماغها، لأنه تعودت هي تفكر لتطلع على اللوحة أو هاللوحة أو هاللوحة. هي اللوحة وقتها نحن رح نشوف هلا عم تنرسم، بتنرسم من الراس، اما بتنرسم من مشهد قدامنا من الراس. هلا اذا طلبت صوره معينه من هالشخص بينقل، بس وقت اللي بينقل هالصوره ما بعود الى قيمه. صح صح. ليه؟ صح. لانه شو قيمه التابلو؟ انه ما في بالعالم كله الا ببيتك. هلا ممكن تحاور شوي تنقل شيء على هواه يمشي الحال. والتابلويات هلا اللي عم ترسموا لنا من تلاميذ المدرسه شو بينعمل فيهم؟ بينعرضوا طبعا عم ينعرضوا بالصيفيه، عملنا معرضين او ثلاثه، والعالم اللي عم تيجي على الاكاديميه عم تيجي بتشوفه بدها تشتري حتى. بينباعوا كمان؟ اسالك بينباعوا التابلويات؟ بينطلبوا على الرسم. بينطلبوا نعم. والناي انت وقت تبيع تابلو او مش تبيع، يعني تتخلي عن تابلو بدنا نعتبر، ركز معي. نحن لا، نحن اذا بتتخلي عن تابلو بتتضايقي، بتحسي كانه شقفه منك، يعني اعطيتي شيء، انه اعطيتي وقت، اعطيتي مثل شعور روح منك، بتتضايقي؟ هلا نحن بالمبدا بعدنا بيعمل انه ما بنبيع، لانه معودين انه بنرسم تنتسلى وانه هيك انه نتعلم مش تنبيع وهيك. وبتفكري بعدين تحترفيها، اما بتحبي تعملي حكيمه مهندسه؟ لا بخليها انه بعمل كارير فيها. تحب تعملي كارير فيها. طيب نحن بدنا نبلش هلا بالرسمه، بدك تكملي لنا رسمه، بتنقلي عنا، بتنقلي تبلشي فيها، ورح نحكي شو عن الرسمه. تفضلي استاذ عصام، بدك تلحق اما بدك تقعد معنا؟ لا بلحق كثير. يلا تفضل. عربي حالك. نحن هلا الرسمه اللي عم نشوفها، فيك تخبريني يعني انت وعم ترسمي، او الاستاذ عصام اذا فيه يخبرني كيف بلشتوا فيها للرسمه؟ يعني كيف بنشوف فيها اكثر من بيرسبكتيف وحده؟ يعني فيها الجبل ورا، بيرجع البيوت، بيرجع البحر، كيف التكنيك اللي انعملت؟ اول شيء التكنيك لنرسم الرسمه كلها
ومنبلش من فوق لتحت دايما بالصورة. بلشنا بالسماء للجبال للبيت للبحر، بعدين الضربات النهائية. هي بس دايما بقانون الرسم يعني لازم الانسان يبلش باللوحة من فوق؟ من فوق لتحت دايما بقانون الرسم. لا انا بدي ارسم شخص واقف. نعم. برسم من اجري لفوق. من راسه. من راسه لتحت. ولتحت. شو يعني عم نشوف وراك رسمات، اذا فيك تخبرنا اكثر، عم نشوف اكثر بيزاجات يعني اعتبر ما بينرسم ناس. هيدي مانا بيزاج مثلا، هيدا مدرسه معين ديسان مودرن، وعندنا ديسان ابستري، عندنا عده مدارس من الرسم فينا نشتغل فيها، بقى انا شغلتي اني مرقهم بكل هالمدارس. من الديسان كلاسيك الشخص يعني ما بيتعلم، شو بيتعلم عندك؟ عم تحكينا عن المدارس، شو المدارس اللي ببلش فيها يعني بيتعلم التكنيكات؟ لقلك اول شيء انا ببلش بالديسان كلاسيك لانه بيحوي كل شيء. تفضل تقعد عندي ما عم بيشوفوها. لا ان شاء الله قد الدنيا. ما هلا رح ظبطهم، رح ظبطهم، رح ظبطهم. دايما الاستاذ بده يبهدل التلميذ، يعيط عليه يدلوا. لا ما بدك تعيط. لا بالرسم ما بتصور في عيط. لا عم بقول له بالرسم في فن. تشجع، ضلك تشجع. كيف بتقصصه؟ كل ما شجعت كل ما الولد انبسط اكثر. كيف بتقصصون اذا تشيطنوا بالصف؟ ما بقصصهم. لانه هن معودهم. انا خليني اشرح له استاذ بس عن اللي بيكونوا عم بيرسموا والفنانين واللي عندهم احساس مرهف ما بيتشيطنوا. ما بيشيطن. ما رح تزبط معي انا اعمل فيلم. لا لك وين بيشيطن. بمعهد خاص مثل هي المعهد نحن كلهم اولادي تلاميذي. نعم. يعني بدي اعلمهم من قلبي. بينما بالمدرسه العاديه انه حاطين ساعه بالجمعه ديسان للاولاد. مش حاطينها ليطلعوهم فنانين، حاطينها ليكبرون دماغهم لينموا هالموهبه. استاذ عصام بتشوف فيهم الرسام اللي يمكن انت كنت بتطمح توصل له، او الرسام انا لاقول لك شغله بدك توصل له برسماتك؟ يمكن هلا بتقول هذا عم يضخمها. نعم. اكثر من 20% من تلاميذي راحوا ديكور ديسان. نعم. وارشيتكتور على الجامعه. قد ما حببتهم بالشغل. ما في تلميذ بتلاقى فيه كان شاطر عندي بالديسان الا ما بيقول لي عم بعمل ارشيتكتور، عم بعمل ديكور، عم بعمل. نعم. رسم. من اي عمر فيني بلشوا عندك؟ عندي هلا تلميذ بالاكاديميه عمره 5 سنين. واكبر عمر؟ واكبر عمر قد ما بدك. اكيد. في عندي ناس مجوزين كمان. وقد ايه بتاخد يعني بالجمعه؟ قد ايه بيتدربوا معك؟ مره بالجمعه، مرتين مره بالجمعه، كل سيونس ساعه وربع. ساعه وربع؟ بهالساعة وربع يعني بفوت التلميذ مثل ما قلنا اول شيء بالكريون، ببلش بالتكنيك البسيطة. شوف لك في كذا ساعة، كل عمر مع بعضه، كل عمر الاكيب تبعه لحاله. عرفت كيف؟ وكل طريقة تعليم شيء. هو التعاطي معك مباشرة ولا في اساتذة بتعلم كمان بال؟ لا معي انا. معك مباشرة. لا لك شغلي هلا هي عم ترسم. ايه بدي اسألك شو عم تعمل هلا؟ كنت عم تحكي عم تعمل الاشجار حد العصر. هلا هي عم ترسم، إذا بدها شي شغلة بتسألني بكون أنا عم بشتغل مع تلميذ تاني. أوكي. يعني كل تلميذ بيعمل اللي بده، أنت بس بترافقه وبتعلمه. إلا إذا صعب علي شي بقول له اعمل هيك هيك هيك. طب هيك رسمة نحن وقتها كنا جايبينها معمولة 60%. 60%. قد إيه بتاخذ وقت من فروم سكراتش، من زيرو؟ الرسمة قد إيه بتاخذ وقت؟ يعني في هيدي الرسمة يعني شي 10 ساعات بدها. ايه بس في رسمات بيعملوهم بثلاث ساعات او باربع ساعات حسب. وهلا اذا تغلبطت هي وعم تعمل ترسم شو بنعمل؟ بتتصلح. اوكي. لانه الاكريليك اوباك يعني منه شفاف، منه ترانسبرنت. صح. فيك تعمل لون ثاني فوقه يعني تغير له اياه. نعم بس ننتظر على تنشف. شو او دغري على السريع منجيب مي بنمحيها بالمي وبنمسحها وبنرجع نعمل. طيب هو عادة بالرسم أي نوع أكثر بضاين على اللوحة لتضلها نفس الكواليتي والنضارة نشوفها مع سنين مع عمر؟ عندك الأكريليك والبانتور ألويل. نعم. البانتور ألويل بضاين كتير، بس أنا برأيي إنه الأكريليك بضاين أكثر.
لانه نوع من البلاستيك بيصير يعني بينحل بالماء، بس لما ينشف ما بقعد يطلع، حتى بالتينر ما بيطلع. ني شو عم تعمل؟ الزيت على طول 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 بيصير يفسخ، بيصير يفسخ. شو عم تعملي لنا؟ عم ترسمي بالابيض؟ شو هلا انا عملت فوم بس انه تيطلع انضف، وهلا عم بعمل الامبري ليمير تبع الشاتو. هلا انت عملتي على هالرسمه اما الاستاذ عمله؟ لا انا عملته، بس انه هو ساعدنا، انه قال لي انه شو بدي احط الوان، وين بدي احطهم وهيك. ومن ايمتى نبلش فيها للرسمه؟ من شي جمعتين. من شي جمعتين بس. عن جد بيلفت لي نظري بالرسمه، اول شيء البرسبكتيف، كيف جايين الجبل مبين لورا بيرجع البيت، والجبل كثير معمول بطريقه حلوه اذا بتنتبه له، يعني بروفيشنال. تحسي حالك قد ايه تطورتي من وقتها؟ يعني من سنه لسنه قد ايه عم تفرقوا معك؟ لا عم فرجيك عن كيف بلشت اكيد اكيد يعني. المراحل مراحل يعني. نحكي عن المراحل تبعنا كيف تطورت. استاذ عصام، على لوحه مثلا صارت جاهزه ونشفت، فينا نرجع نصلح عليها بعد نعم فتره؟ نعم، لانه قلت لك لانه اوباك، منه شفاف، منه شفاف حتى لو نشفت. نعم، نعم. ذكرتني بالمدرسه بيجي الاستاذ حد بيقول لي بس تعرف بدك تفرجي على الكاميرا الصور كيف. ايه. صور فرجيهم على الكاميرا. هيك بلشت هيدا بالقلم الرصاص اللي عم نشوفه. بالقلم الرصاص مش جايبه معه، بس انتبر بالكريون دو كولور. الكريون دو كولور مثل يعني بيشبه قلم رصاص. ايه مثل قلم رصاص بالالوان. بلشت هيك؟ لا بلشت هيك. وكل التلاميذ بدهم يقطعوا بهالمرحله. ما في. وعندهم مثل قصص بدهم يرسموها. لا كيف كانت مثلا بلشت بالشجره؟ هلا بتشوف بعد شوي الشاشة. انا هيك برسم فجرة. هلا بتشوف بعد شوي الشاشة. هيك كيف قانون رسم العلم اللبناني له قانون نرسمه فيه. نعم. ممنوع غلط. كمان بيتعلموها بيتعلموها. ايه طبعا. في قياسات معينة في. قياسات. بتعرف ترسمه مع القياسات جوزيف؟ لك الشجرة. لا بعرف شو القياسات بس. لكن بلشت بالشجرة، لكن بلشت بالأول بالشجرة، انتبهت؟ صح. ايه ليك هون، ايه الشجرة العنينة هون هون. يعني التلميذ بتعتبر انت استاذ عصام بيجي لعندك مثل ما نعتبر ما عنده اكسبيرينس بالرسم. نعم. قد ايه بياخذ وقت ليصير مثل ليه في ليه. مثلا انا عم انت بتكتب بالقلم بهالشكل هيك. تفضل. في قلم؟ نعم. عودة تفضل. في قلم؟ قلم قلم معك قلم؟ قلم في قلم، ايه عندنا قلم. سام اذا ممكن تعطينا قلم من نعم. حسب مسكة القلم لكل شخص يعني قصدك يعني. ديسا بدك ترسم في مسكة خاصة للقلم. نعم، اوكي. غير كأنك عم تكتب. أه. نحن الوقت عم بيداهمنا، بدنا بس نشوف القلم شو بدنا نعمل فيه. في مسكة قلم معينة طبعا نحن بنعرف. مثلا بيجي الولد عم يرسم هيك بهالشكل هيك، هالشكل هيك بحفتر الورقة وما بتعود تتمحى الصورة. في بينما بنمسكه بقول له للولد اول شيء اعمل بالقلم هيك. اوكي. امسكه بثلاث صوابع. حط ايدك هيك. هيك بده يرسم. دغري بتعلم. تعلم من ايناي. دغري بتعلمها. نعم. هلا صاروا كل التلاميذ بس بدهم يبلشوا بيمسكوا القلم هيك وبيشتغلوا. هلا صرت رح امسك القلم هيك انا كمان. ايه. بس يعني احنا بحاجه لان يكون عندك يصير عندك هالاحساس المرهف شوي يعني. يعني بترسم السبت تجينا الاحد فنان. ناي ثانك يو عن جد للرسمه اللي عم تعمليها، شفناك عم ترسميها وبدنا تخلصيها اكيد. اكيد. استاذ عصام مشكورين عن جد، ولدمير دي ميوز اكيد انتم جايين دمير دي ميوز تشتغلوا فيها يعني، لان هالمدرسه اللي عم بتطلع مواهب. وجوزيف هاي حلقتنا لليوم. ثانك يو ثانك يو ناي، جود لك. ثانك يو لك استاذ عصام. ميرسي جون. نشوفك الاحد القادم ان الله راد. لكل المشاهدين انا بقول لكم، خليك تفضل. لكل المشاهدين انا بقول لكم مكملين احنا وياكم عالم صباح. طبعا بيبقى يلي بعد ما حضر الديزرت لغدا اليوم، نعرف كثير منيح نحن يوم الاحد هو جمعه العيله وكلنا على طاوله وحده وبنقعد مع بعض وبنقضي اوقات حلوه، يكون الاكل طيب ومتنوع اكثر من ايام الاسبوع بتخيل يعني على وقت الظهر والغداء، لانه الاغلب بيكون بفرصه. وطبعا بباقي الدول العربيه هو يوم عمل عادي، هو اول ايام الاسبوع. بلكن ان شاء الله بيوم نشاط دائم ودائم وايجابيه، وبحيي كل العدائين يلي عم يركضوا بطرقة بيروت اليوم على ماراثون
2016 وكل واحد عم يركض لهدف معين ولجمعية معينة. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة أنا وياكم على الصباح لليوم الأحد، خليكم معنا.